بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين غايدك سبورت. جولة 13 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، مواجهات نارية، حرب الصدارة والهروب من شبح الهبوط. رح أخبركم عن توقعاتي للمباريات، اكتبوا لي أيضا توقعاتكم لنشوف مين رح يتوقع المباريات بشكل صحيح. قبل ما ندخل بالتفاصيل، إذا ماك مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وما تنسى تدعمني بلايك. خلونا نفوت بالتفاصيل. أول مباراة رح نحكي عنها مباراة الوسبي والوحدة. الوسبي متصدر الدوري، فرسان حمص عم يستقبل نادي الوحدة، نادي الوحدة اللي خارج من الخسارة من حطين. نادي الوحدة حاليا بالمركز الثالث ب20 نقطة، نادي الوسبي ب29 نقطة. مواجهة قوية جدا، أي نقطة إيجابية لنادي الوحدة يعني تعادل أو فوز نادي الوحدة رح تكون بمصلحة نادي الوحدة، بمصلحة الأندية الأخرى. يعني نادي الوسبي حاليا منفرد بالصدارة ومتصدر وبعيد بأربع نقاط عن نادي تشرين، وبعيد أيضا بتسع نقاط عن نادي الوحدة، فأي نتيجة إيجابية لنادي الوحدة رح تكون لصالح نادي الوحدة والأندية البقية مثل تشرين ونادي الجيش. أما نادي الوسبي فنادي الوسبي بأرضه وبين جمهوره رح يكون خصم قوي وصعب. نادي الوسبي بصراحة واثق الخطوة يمشي ملكا، يعني بأداء ثابت من بداية الموسم، وأنا حكيت من بداية الموسم أنه نادي الوسبي رح يكون بطل الدوري، لكن في ناس كانت عم تقول تشرين، ناس عم تقول الكرامي. مع العلم أنا ماني وسباوي، لكن إدارة نادي الوسبي والشغل اللي عم يشتغلوه من بداية الدوري بتأكد أنه عم يشتغلوا بشكل صحيح من خلال الإدارة، من خلال عودة أبناء النادي، يعني حاولوا يعيدوا جميع أولاد النادي إلى النادي، لأنه مثل ما حكينا بفيديوهات كتير أنه ابن النادي بيعطي بشكل أفضل من النادي المجلوب جلب عن النادي. توقعاتي للمباراة، بتوقع فوز الوسبي على الوحدة انفراده مرة أخرى بالصدارة. المباراة الأخرى، الاتحاد عم يستقبل الطليعة. الاتحاد بتعادل غريب جدا بالمباراة الأخيرة، لكن الاتحاد بيملك أسماء قوية، أسماء عم تصنع الفارق حاليا. بعد شفناه بأربع جولات سابقة كان نوعا ما مهدد بالهبوط، لكن حاليا ثبت اقدامه في بر الامان. والطليعة ايضا بنفس المركز، يعني فارق نقطة، الطليعة 16 نقطة، الاتحاد 15 نقطة. الطليعة نوعا ما بالفورمة اكثر من الاتحاد، لكن بتوقعاتي انا الاتحاد راح يكون هو الاقوى، هو اللي راح يحسم ثلاث نقاط بهاي المباراة. نادي الجيش الزعيم عم يستقبل الكرامي، مباراة اكون او لا اكون. نادي الجيش حاليا عم يستقبل نادي الكرامي بعد خسارته من تشرين بثلاث اهداف مقابل هدف. شفنا اقالة الكادر الفني والاداري، وعم يعيش نوعا ما فترة من التخبطات. ايضا نادي الكرامي عم نشوف عقم هجومي تام، يعني اللعمير شادي الحموي للأسف مهاجمين بالاسم، مع كل الاحترام لهم لكن مهاجمين بالاسم. ما عندك اللاعب القناص، يعني تشوف نادي الكرامي بيعمل هجمة منظمة بشكل أنيق بشكل حلو، توصل للمهاجم، المهاجم ما عنده أي قدرة على إنهاء الهجمة، بتشوف الكرة عم تضيع. شادي الحموي ولا ممكن إنه يسدد على المرمى، ما بعرف هذا اللاعب بتحس عنده حساسية من المرمى، يا أخي تكون فرصة قادر منها يجيب هدف، ما بيسدد على المرمى، مستحيل ما بيسدد على المرمى. لاعب بصراحة أنا يعني متفاجئ بهذا اللاعب، كنت متوقع إنه نشوف مثل اللاعب محمد حيان الحموي، لكن للأسف بعيد كل البعد عن محمد حيان الحموي. المباراة تشوفها نوعا ما للتعادل، مع العلم انه نادي الجيش صحيح على ارضه بين جمهور، لكن عم يعيش فترة من التخبطات والمشاكل، لكن نادي الكرامة ما عنده الاسماء اللي قادرة تستغل هذه الضعف لنادي الجيش وانها تفوز على نادي الجيش، لذلك بشوف النتيجة تعادل. الفتوة عم يستقبل نادي تشرين. تشرين الخارج مثل ما حكينا بفوز على نادي الجيش، الفتوة نادي قوي لا زوري، نادي دائما بيقدم اداء قوي حتى باصعب الظروف بيقدم اداء قوي. المباراة رح تكون صعبة جدا جدا على نادي تشرين، ومتوقع فوز الفتوة على نادي تشرين. ممكن الناس تستغرب، جماهير تشرين هلا تمني النفس بدوري جديد حسب بطولة الدوري، لكن انا بشوف نادي الفتوة هو اللي رح يتفوق على نادي تشرين بهاي المباراة. طبعا بالتوفيق لكل الأندية، أنا ماني ضد نادي أبدا ولا مع نادي، لكن عم نتوقع حيادية ضمن المنطق ضمن التوقعات والأرقام، يعني كل نادي والفورمة اللي هو متواجد فيها ونسبة الفورمة الموجودة عنده.
طبعا نسبة الفورمة، نسبة الجاهزين، نسبة الدافع المعنوي، الدافع النفسي. يعني نادي عم يعيش تخبطات وإقالة مدرب وعنده مباراة، غير نادي طالع من فوز بمباراة صعبة ومتفوق عليه، فعنده دافع وعنده حماس. مختلف الأمر. المباراة الأخرى النواعير وعفرين. عفرين متزايد الترتيب للأسف بعد فقدان أكثر من لاعب بالتعاقدات الخارجية في الدوري العراقي. حاليا متزايد الترتيب وعم يعيش فترة من تخبطات والنتائج السلبية للأسف. والنواعير أيضا بتزايد الترتيب ب7 نقاط. عفرين متزايد الترتيب ب4 نقاط والنواعير ب7 نقاط، يعني مركز أخير وقبل الأخير. لكن بتوقعاتي أنه النواعير رح يقدر يفوز على نادي عفرين. حاطين الحرجة اللي حاطين اللي خارج من فوز مهم على نادي الوحدة، كانت نقطة تحول للنادي حاطين بهذا الموسم. فوز مهم أعطى الدافع للاعبين، أعطى الأمل بالبقاء بهذا الدوري الممتاز. حاطين من الأندية المهددة بالهبوط، الحرجة اللي أيضا من الأندية المهددة بالهبوط، حاطين بيمتلك برصيده 13 نقطة، الحرجة اللي بيمتلك برصيده 13 نقطة. لكن برأيي الفورمة عند حطين أقوى، خاصة أيضا على أرضه وبين جماهيره، راح يكون في دافع من الجماهير، في يكون تواجد كبير من الجماهير. برأيي حطين قادر يفوز على نادي الحرجلة. مباراة الأخيرة، نادي الشرطة عم يستقبل نادي جبلة. نادي الشرطة عم يستقبل نادي جبلة. الشرطة دائما بأداء متفاوت، يعني مباراة بيكون أداء رائع وتكتيك وهجمات منظمة وتركيز بالملعب. مباراة بتشوفه ضايع متشتت ذهنيا بدون تنظيم، كرات عشوائية. بصراحة ما عم بقدر أحصر هذا النادي كيف طريقة اللعب اللي بيلعب فيها. نادي جبلة من الأندية اللي عم تنافس على الدوري ومن الأندية القوية، بتمتلك أسماء قوية، فبرأيي راح يحصد الفوز بهاي المباراة. نادي جبلة بيمتلك 17 نقطة وفوز راح يكون قريب من فرق الصدارة، فبرأيي المباراة راح تكون لصالح نادي جبلة. خلونا نتذكر جدول الترتيب قبل بداية الجولة 13. نادي الوسبي بالمركز الأول ب29 نقطة، نادي تشرين بالمركز الثاني ب25 نقطة، الوحدة بالمركز الثالث ب20 نقطة، الجيش بالمركز الرابع ب19 نقطة، جبلي بالمركز الخامس ب17 نقطة، الكرامي والطليعة ب16 نقطة، الاتحاد ب15 نقطة، والفتول ب14 نقطة، الحرجلي وحطين ب13 نقطة، الشرطة ب9 نقاط، والنواعير ب7 نقاط، وعفرين متزايد الترتيب ب4 نقاط. هاي كان سلم الترتيب قبل بداية الجولة 13. هاي كانت كل تفاصيل جولة 13. انتظروني بفيديوهات جديدة وما تنسوني من دعمكم، وتبقوا بخير وصحة وسعادة، والسلام عليكم.